بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، شكرا على الدعوه الكريمه، وباذن الله انا هحاول ابقى بسيطه بقدر الامكان. بس اول بوينت بس احب اقولها ان الهيلث كير وركرز او نيرسز في الوحدات الغسيل الكلوي، تمام يا جماعه، انتوا اساس الانفكشن كنترول، وانتوا اساس الصحه كويسه سواء بالنسبه للمرضى او بالنسبه للاطباء. اول حاجه، احنا ليه بالذات النهارده في المؤتمر اختاروا الهيموداياليسيس؟ عشان ليه اخترنا ان احنا نقول الانفكشن في الهيموداياليسيس بالذات؟ اول حاجه لان العيان بتاعنا بيقعد في الهيموداياليسيس سيشن فترات طويله جدا، 12 ساعه تقريبا على الاقل في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع، 4 ساعات كل مره. دوت رقم واحد. رقم اتنين، العيان بتاعنا هو البلاد بتاعه طالع بره اهو لمده اتليست 4 ساعات 3 مرات في الاسبوع، والتعامل كله بتاعنا بيبقى عن طريق البلاد. رقم ثلاثة، ان النيرس بتتعامل مع اكتر من عيان في نفس الوقت، اتليست كل نيرس بيبقى ليها 5 بيشنت في الستيشن الواحده بتتعامل معاهم. الانفكشنز اللي بتحصل يا جماعه في المستشفيات، اتليست كل 100 مريض بيدخلوا المستشفى 10 منهم بيدخلوا في نيزوكوميال انفكشن. طيب المرضى بتوع الدياليسيس بالذات، او المرضى اللي بيغسلوا غسيل كلوي، المرضى دول عرضه للانفكشن اكتر من غيرهم. ليه؟ اول حاجه لان المناعه بتاعتهم اقل من غيرهم، ده رقم واحد. رقم اتنين، لان المرضى دول دايما لا اما مركب قسطره، لا اما بندخل له الابره عشان نوصل له الاكسس ونعمل له الدياليسيس. النقطه الثالثه، لان المرضى دول باستمرار مناعتهم بتبقى ضعيفه، فبالتالي بيتحجزوا كتير في المستشفيات، بتتعمل لهم عمليات كتيره. طيب ايه الانفكشنز اللي البيشنت دول بيتعرضوا ليهم، او ايه اكتر الانفكشنز اللي البيشنت دول بيتعرضوا ليهم؟ طبعا ممكن بيتعرضوا لاما انفكشن بتنتقل ليهم عن طريق الدم، تمام، لاما انفكشن بتنتقل ليهم عن طريق الهواء. الانفكشن اللي بتنتقل عن طريق الدم اهمها بالنسبه لنا في المحاضره النهارده الفيروس هيباتيتس بي وهيباتيتس سي، اللي طبعا كلنا عارفين عنه وسمعنا عنه، وبعض انواع البكتيريا اسمها ستاف اوريز. الاير بورن انفكشن اسهلهم والاكثر عرضه وشيوعا الانفلونزا، تمام. الانفكشن في الدياليسيس بيشنتس، يهمني ان انتوا توصل لكم معلومه بسيطه جدا، ان الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي فيروس يا جماعه ممكن بيعيشوا من غير ما يبقى فيه بلاد ظاهر لينا في الرؤيه، تمام. يعني ممكن بتبقى اي مكان في وحده الغسيل كونتامينيتد بيهم من غير ما تبقى فيه بقعه بلاد موجوده، تمام. وان اكتر طريق هما بيدخلوا منه للعيان عن طريق الوصله الوريديه اللي بنوصل منها، او عن طريق القسطره بتاعته. نبقى عارفين ان واحد من كل 4 عيانين في الوحده عندنا ممكن بيجي له التهاب بكتيري عن طريق بكتيريا اسمها الستاف اوريس. واحد من كل 5 هيجي لهم ممكن بيموت في خلال 15 يوم بعد العدوى، لان البكتيريا ديت خطيره جدا، وتقريبا بتسبب التهابات ممكن في الصمام بتاعه القلب، او التهابات في البون اللي هي بتبقى في العظم، وهي ديت بتبقى اكتر الالتهابات ضراوه وصعوبه في العلاج بعد كده. طيب الالتهابات ديت بتروح للانسان او للمريض دوت ازاي؟ عشان اي انسان او اي بيشنت يحصل له انفكشن محتاج 3 حاجات. محتاج اول حاجه ان يبقى فيه سورس للانفكشن ده، تبقى فيه بكتيريا او تبقى فيه فيروس، وده اللي احنا بنحاول نقتله او نتخلص منه عن طريق ان احنا بنعمل ديسانفكشن، ده رقم واحد. رقم اتنين، محتاج واحد عنده القدره او مناعته ضعيفه جدا ان هو يقدر ياخد الالتهاب دوت بسهوله، وده المريض. رقم ثلاثة، محتاج حد ينقل البكتيريا او الفيروس دوت من المكان الغير نظيف او المكان الانفكتد بيه او المريض الانفكتد بيه للمريض الثاني السليم، تمام. دوت بيحصل عن طريق 3 ستيبس، كل ستيب بتبقى لوحدها، يا اما عن طريق الكونتاكت اللي هو التلامس. التلامس ده طبعا الشيء الاساسي فيه بتبقى الايدين اللي احنا بنستعملها في توصيل المريض، في اعطاء العلاج، حتى في مساعدته انه يوصل للكرسي بتاعه او السرير بتاعه اللي هو بيقعد عليه، تمام. رقم اتنين، عن طريق الكحه، العطس، الرذاذ، الرذاذ حتى اللي ممكن بيطلع اثناء الكلام العادي، تمام. دوت ممكن بينقل الالتهابات اللي هي بتتنقل عن طريق الجهاز التنفسي، تمام. على سبيل المثال مثلا التوبركلوزس او الضرر اللي ممكن بيبقى موجود في بعض وحدات الغسيل وبنشوفه كتير بصراحه. طب انا كهيلث وركر او كنيرس ايه اللي اقدر اعمله؟ ببساطه شديده ان حضرتك تلتزم بالتعليمات بتاعه الانفكشن كنترول. التعليمات بتاعه الانفكشن كنترول دهيت يا جماعه بتتلخص في 3 حاجات مهمه جدا، 3 حاجات مهمه جدا. اول حاجه الهاند هايجين، نظافه اليد بطريقه معينه
طريقه طبيه المفروض هنقول عليها دلوقتي باذن الله. رقم 2 ان احنا نستخدم البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت بتاعنا، تمام، ان احنا لازم نحافظ على نفسنا، نلبس جلوفز، نلبس جاون، نلبس فيس بروتكتور. رقم 3 ان احنا نتبع تعليمات الحقن الطبيه الامنه، تمام. بالنسبه رقم اول حاجه اللي هو الهاند ليها امور بسيطه جدا. اتليست رقم 1 لما اجي اغسل ايديا اتليست ان انا اغسلها لمده 15 ثانيه دوت اتليست. رقم 2 والله لو باين عليها بقعه دم باينه على ايدي يبقى انا لازم ان انا او بودي فلويد يعني مثلا رذاذ ميوكس يورين اي حاجه جت على ايدي لازم ان انا اغسلها بالميه السخنه وبالديتيرجنت او بالصابون اللي موجود. رقم 2 لو ما فيش حاجه باينه انا ممكن اكتفي ان انا اعمل الكحول. طبعا الخطوات بتاعه الهاند هيجين موجودة انما انا بس مش هقولها عشان خاطر الوقت. طيب امتى اغسل ايدي؟ امتى اغسل ايدي؟ انا سهلتها قلت 3 قبل و4 بعد، تمام. طيب قبل ما المس اي عيان لازم اغسل ايدي، قبل ما اوصل اي عيان عن طريق الفيستولا او الاكسس الكاسيتر لازم اغسل ايدي، قبل ما ادي اي عيان الادوية بتاعته او احقنه باي حقن او حتى حديله قرص في بقه لازم اغسل ايدي، تمام. ادي 3 قبل. الأربعة اللي بعد امتى؟ بعد ما المس اي عيان لازم اغسل ايدي، حتى لو سلمت عليه وهو داخل الوحده اروح اغسل ايدي بعدها، تمام. بعد ما المس اي بلاد او بودي فلويدز ميوكس او بعد ما المس حتى الجيركن بتاع الغسيل او الجهاز لازم اغسل ايدي، بعد ما المس اي ميديكال اكويبمنت اي جهاز موجود في وحده غسيل الكلى احنا بنعتبره يا جماعه كونتمينيتد. كونتمينيتد يعني عليه بكتيريا عليه فيروسات غير نظيف، حتى لو كان الكمبيوتر اللي بسجل عليه اسامي المرضى او حتى الدوسيه اللي بكتب عليه اسامي المرضى المفروض ان انا لازم اغسل ايدي. بعد ما اقلع الجوانتي بتاعي لازم اغسل ايدي، تمام. غسيل الايدي يا جماعه هو اهم خطوه واول خطوه في التعقيم والمحافظه على نفسنا وعلى المريض. طيب ايه البروتكتيف البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت؟ الحاجات اللي بنلبسها عشان نحافظ على نفسنا ونحافظ على العيانين بتوعنا ونحافظ على اهل بيتنا. رقم 1 الجوانتيات زي ما قلت. رقم 2 الجاون، تمام. الجاون لما باجي بلبسه لازم بتبقى له مواصفات معينه. اول حاجه لازم يبقى مغطي الفرونت بتاعي كله، لازم يبقى مغطي جسمي كله من الامام، صدري وبطني ورجلي لازم يبقى طويل، ده رقم 1. رقم 2 يا جماعه الجاون بتاعنا لازم يبقى بكم عشان الجلوفز بعد كده الجوانتي تغطي عليه. ما ينفعش زي الصوره اللي انا حطاها ديت غلط، ما ينفعش ان انا البس الجاون يبقى نص كم وتبقى دراعي باينه زي ما بنشوف كتير من الزملاء النيرسس في وحدات الغسيل، تمام. رقم 2 لازم الفيس بتاعي يبقى متغطي بفيس بروتكتور لما حاجه هتعامل مع بلط وانا جايبه صوره الفيس بروتكتور بعد كده. رقم 2 انا لازم اغير الجلوفز بتاعتي، ده حاجه ما فيهاش فصال، لما اسيب المنطقه اللي انا فيها ورايحه لمنطقه نظيفه. طب ايه المنطقه اللي انا هعتبرها غير نظيفه او غير معقمه؟ اي منطقه فيها مريض بيغسل متوصل على جهاز دي منطقه كونتامينيتد، تمام. لو انا رايحه بعد كده اجيب مثلا قطن او رايحه اجيب سرنج او رايحه اجيب فايل من مكان بعيد كلين، خلاص انا كده بعتبر نفسي ان انا رايحه من مكان كونتامينيتد لمكان كلين. لازم قبل ما اخد الفايل بتاعي لازم ان انا اغير والبس جوانتي جديد، اعمل هاند هايجين والبس جوانتي جديد، تمام. لازم بعد ما اتعامل مع اي بيشنت لازم ان انا بغير الجوانتي بتاعي، بشيل الجوانتي ده هو خالص، تمام. يعني خلاص مثلا وصلت العيان الفيستولا وصلتها، قبل ما ادوس على الزرار بتاع الجهاز عشان اشغل الجهاز لازم بغير الجوانتي اللي انا وصلت بيه للعيان والبس جوانتي جديد. انا عارفه ان ده بيتطلب امكانيات وبيتطلب وقت، انما معلش كله يكون في سبيل الحفاظ على صحتكم اولا وصحه العيانين ثانيا، تمام. رقم 4 واخر حاجه في البوينت دهيت ان انا ملبس نفس الجوانتي في التعامل مع اكتر من عيان مهما يحصل، حتى لو العيان الثاني ارستد برضو اغير بسرعه جوانتي. طبعا مع الخبره والتعامل الشديد هغيره في اقل من ثانيه واحده. طيب النقطه الثالثه المهمه جدا في الانفكشن كنترول السيف انجكشن، التعليمات الامنه. يا جماعه اللوجو اللي انا حطاه دوت ابره واحده سرنجه واحده لمره واحده، تمام. يعني حتى السرنجه ما اقولش انا هغير سن الابره واركب سن ابره تاني واديه، ابره واحده سرنجه واحده لكل عيان، ابره واحده سرنجه واحده مره واحده حتى لنفس العيان، لا كرر لا السرنجه ولا كرر النيدل. يعني ما ينفعش ان احنا بعد ما نوصل المحلول ان احنا نغطي السرنجه ونعلقها جنب جهاز الغسيل ونرجع نقول ما اصل هي متغطيه ونوصلها تاني، دوت ما ينفعش خالص، تمام.
الميديكيشنز لو اخدت جزء من البايل خلاص البايل دوت المفروض ان انا ما استعملهوش تاني في الاريا بتاعتنا بتاعه الهيموداياليسيس، ما ينفعش ان انا استعمله تاني خلاص لان دوت موصلي كونتامينيتد. تمام، ما ننساش الهاند هايجين قبل ما افتح الابره وقبل ما ادي العيان اي تريتمنت. الريكومنديشن بالنسبه للايكويبمنت للانفكشن كنترول ايكويبمنت، انا عشان احافظ على الايكويبمنت بتاعتي ديت الخطوات البسيطه ان انا لازم بعمل هاند هايجين، بلبس الجلوفز بتاعتي، لازم ان انا بلبس الفيس بروتكتور، ابقى لابسه الجاون وهو دوت الجاون المظبوط في الصوره، الحاجات بتاعتي اللي انا مش مستعملاها المفروض الباك اب بتاعنا من القطن ومن المرشحات ومن الخراطيم ومن الفايلز اللي احنا بنستعملها في وحدات الدياليسيس المفروض بيبقى في منطقه بعيده تماما عن المنطقه اللي بيتوصل فيها العيانين. تمام، يعني مش كل ستيشن احط معاها الباك اب بتاعها، لا المفروض انه بيبقى في منطقه ثانيه لان الستيشن سبق وقلنا اللي متوصل فيها العيانين ديت بتبقى كونتامينيتد. تمام، طب يا دكتوره امتى نلبس الجاون وامتى نلبس الفيس بروتكتور؟ هو دوت شكل الفيس بروتكتور ان هو المفروض ان هو بيبقى مغطي الوش ككل لغايه النوز وبعد كده هو عليه بيبقى راكب الماسك. طب امتى البس الجاون بتاعي وامتى البس امتى البس الفيس بروتكتور بتاعي؟ اول حاجه ديورنج الانيشيشن او الترمينيشن بتاعه الدياليسيس، هبدا اوصل عيان او ارجع عيان لازم ان انا ابقى لابسه الفيس بروتكتور بتاعي قبل ما ابدا اعمل كليننج للجهاز بتاعي ما بين كل عيان والتاني، لان الجهاز ممكن تكون وقعت عليه نقطه دم كده، السرير ممكن وقعت عليه نقطه دم كده، فلازم ابقى انا لابسه الفيس بروتكتور بتاعي. اخر حاجه لما اجي اسحب عينه دم عشان حواديها المعمل يتملها تحاليل لازم ابقى لابسه الفيس بروتكتور بتاعي. طيب لما نيجي البيزك ستيبس في الفيستولا، الفيستولا دي طبعا بارت اساسي عندنا في الهيموداياليسيس يونت، ايه الخطوات اللي انا اعملها؟ اول حاجه طبعا ان انا لازم انظف مطرح الفيستولا قبل ما اوصل. بعد ما نظفت اروح انا اعمل انا عامله الهاند هايجين بتاعي في الاول، اعمل ووش اغسل السايد بتاع الفيستولا في الاول لاني طبعا برفع قم العيان او اللبس اللي هو لابسه، بعد كده بعمل ووش للسايد بتاع الفيستولا، بعد كده بروح بعمل الهاند هايجين بالطريقه اللي فاتت اللي كانت موجوده في الصور، بعد كده بلبس جلوفز نظيفه جديده غير اللي انا كنت لابساها وانا بعمل ووش للفيستولا، بعد كده بلبس الفيس بروتكتور بتاعي لان انا هتعامل مع دم. نحطها كده بوينت مهمه جدا، طالما هتعامل مع دم لازم هبقى لابسه الفيس بروتكتور بتاعي. تمام، بعد كده بحط الانتي سيبتيك اللي هو بيبقى موجود في الريحه الموسي بيبقى كلوركس دين وكحول، بعد كده هو بركب النيدل، بعد كده بقلع الجلوفز بتاعتي، بعد ما بقلع الجلوفز لازم تاني بروح بعمل هاند هايجين بغسلها بالطريقه اللي قلنا عليها. طيب لما نيجي نعمل دي كانيوليشن خلاص العيان خلص وانا هشيل الكانيولا بتاعتي، اول حاجه ان انا لازم ببقى عامله الهاند هايجين بتاعي، بلبس الجلوفز جديدة تاني، البس فيس بروتكتور، اشيل اعقم قبل ما اشيل النيدل، اشيل النيدل وبعد كده احط البندج بتاعي، اضغط عليه حاجه ضغطه كده كويسه لا تقيله ولا خفيفه بالكلين جلوفز اللي انا لسه لابساها، وبعد كده اقلع الجلوفز بتاعي واعمل هاند هايجين. يعني اول خطوه بنبدا بيها الهاند هايجين واخر خطوه بنخلص بيها برده غسيل الايد. تمام، بالنسبه للكاسيتر طبعا في تركيب الاساطر العنقيه المفروض اول حاجه انا بعملها وبرده بعمل الهاند هايجين، بلبس الجلوفز بتاعتي النظيفه، بحط الفيس بروتكتور بتاعي، انا طبعا لابسه الجاون اول ما عملت هاند هايجين، لبست الجاون، لبست الجلوفز، لبست الفيس بروتكتور اللي بيحمي منطقه وشي كلها من اي بلاد او اي بودي فلويد ممكن يجي عليه، بعد كده هو بنضف بحط الانتي سيبتيك على الكاسيتر هاب نفسها. تمام، والمفروض ان انا ببقى كريمه وانا بحط الانتي سيبتيك بحيث انه يبقى فيه مطرحه شويه بلل بتركه لمده من دقيقتين لثلاث دقائق عبال ما ينشف في الاير، بعد كده هو بوصل القسطره عن طريق البلاد لاينز بتاعتنا واعمل لها ان كلام، بقلع الجوانتيات بتاعتي بغسل ايدي تاني. تمام، طيب لما هاجي هفك القسطره خلاص العين خلاص وهرجع له هفكها، بعمل الهاند هايجين برده، بلبس الجوانتيات بتاعتي، البس الفيس بروتكتور بتاعي، وبعد كده بفك القسطره ارجع احط انتي سيبتيك قبل ما اقفل القسطره، احط انتي سيبتيك برده على الكاسيتر اب على القسطره يعني يا جماعه من فوق خالص. تمام، واصبر عليه دقيقتين كده هو تو دراي، بعد كده هو بقفل القسطره بتاعتي بتاكد ان هي كلامبت كويس، بقلع الجوانتيات وبعمل الهاند هايجين. بالنسبه للاكزيت سايت بعد ما قفلت القسطره لازم انظف الاكزيت سايت برده المنطقه، انا عارفه ان دوت بياخد وقت انما دوت والله لسلامتكم ولسلامه البيشنت دوت مهم جدا. نفس الخطوات بلبس برده، لازم ناخد بالنا ان في كل خطوه
خطوة من دولة، يعني مع تركيب الأسطرة أو مع توصيل البيشنت عن طريق الكاثيتر جوانتي جديد، مع الديكانيوليشن جوانتي جديد، مع الإكزيت سايت وأنا بعمل له الأنتيسيبتك لازم تبقى جوانتي جديد برضو. طيب إزاي ان انا امنع ده الطرق اللي انا المفروض اعملها؟ تمام. طيب امال في البريفنشن انا اعمل ايه؟ في البريفنشن في ثلاث حاجات تلخصهم في ثلاث حاجات مهمين: لوك ليسن اند سي، بص بعينيك واسمع بودنك تمام واشعر ببعض الحاجات. اول حاجه لوك، بنبص على الاسطره بنبص على التيوب عشان امنع الانفكشن، وانا جايه اوصل عيان في الاول ببص على الجزء بتاع التيوب اللي باين لي من الاسطره، هل في كراكس، هل في تشققات؟ طيب الكابس بتاعه التيوب اخبارها ايه؟ هل الكف از نوت كومينج اوت اوف ذا سكن؟ والله لو هي مش جايه من السكن خلاص جو اهيد، ببص على الاكزيت سايت بتاكد الاكزيت سايت اللي هو مخرج السكن يا جماعه اللي الايه اللي الاسطره طالعه منه، ببص عليه مفيش احمرار، مفيش اي ديسشارج، مفيش اي صديد طالع ولا اي حاجه طالعه من حواليه، مفيش نقطه دم ولا شويه دم طالعين من حواليه، خلاص جو اهيد بوصل. لو لقيت الحاجات دهيت لا خلاص ما بوصلش وبلغ الطبيب اللي معايا في الوحده، تمام لا تعالى بص في مشكله. طب بالنسبه للليسن، ليسن اسمع، لازم دايما انتوا اكتر ناس بيبقى في بينكم وبين المرضى حوار، ولان المرضى بتوعنا كرونيك احنا بنربي صداقات معاهم كتيره، فودنك دايما بتبقى مهمه مع العيان. بمجرد ما بشوف العيان ازاي اخبارك ايه عامل ايه، ده مش سؤال كده بقوله بطرحه، لا انا منتظره من جابته حاجه تمام، لاني بساله خلال من الجلسه اللي فاتت لدلوقتي انت حسيت كان في سخونيه؟ طب حسيت بوجع؟ والله لو ما فيش سخونيه، لو ما فيش وجع في منطقه القسطره تمام، لو ما اشتكاش هو قال لك لا ده انا حسيت ان انا بغير مثلا كان في نقطتين صديد على البانديج وكده اهوت، خلاص لو ما فيش الحاجات ديت جو اهيد وبوصل. لو في الحاجات ديت لا ما بوصلش وبلغ الطبيب اللي موجود معايا. طيب اشعر بايه؟ بايدي بعد ما عملت الهاند هايجين بتاعي والبوستيك جلوف النظيف بتاعي، المفروض ان انا بحط ايدي بتك حاجه بسيطه كده اهوت على التانل اللي هو اللي تحت السكن على طول، يعني بعد الاكزيت سايت على طول. لو العيان قال اي او حس بوجع لا بصبر، لو اتكيت ولقيت من الاكزيت سايت طالع شويه بس خفاف، طالع شويه ديسشارج خفاف، لا بصبر ما بوصلش. لما بنتك يا جماعه والله لو العيان شعر ببين او في ديسشارج طلع انا ما بوصلش، لو الحاجات دي ما حصلتش اوكي جو اهيد وبوصل. بعد كده بالنسبة للأرياز اللي بتبقى موجودة في الوحدة، سبق وقلت وبأكد عليها تاني، المفروض ان كل الأدوية بتاعتنا اللي بنخزنها او المستلزمات الطبية اللي بنستعملها من قطن وخلافه المفروض ان هي تبقى متشالة بعيد عن الستيشن اللي بيبقى موجود فيها المريض، لان تذكروا دائما الاريا اللي بيوصل فيها المريض يا جماعة دي اريا كونتامينيتد، ما ينفعش ان احنا حتى نقعد ناكل فيها احنا تمام، على عكس اللي احنا للأسف ساعات بنشوفه تمام. الميديكيشن والسبلايز المفروض Can I have about 2-3 minutes more؟ دي 10 دقايق. خليها تفاي طيب اوكي تكده عليك تمام يا جماعة. انا بس عشان الوقت فانا جو اهيد على طول الفاكسينيشن، بس دي بوينت مهم يا جماعة، لازم ان احنا بننصح العيان بتاعنا بالفاكسينيشن اي عيان جديد، والمفروض ان انا بعمل ريكوردينج للفاكسينيشن والبوسترز اللي هو اخدها. اللي يهمني برضو زي ما انا خايفة على العيان خايفة عليكم، بليز جيت فاكسينيتد، حتى طاقم التمريض لازم كله جيت فاكسينيتد تمام، كل العاملين. في بوينت برضو معلش بحاول اسرع شويه عشان الوقت، بوينت برضو ما ننساش ان احنا نعلم البيشنت بتاعنا او الكير جيفر اللي هو بيساعده، لو في بعض البيشنت في حد بيجي معاهم كل مره هو مسؤول عن ان هو يقول لي كل مره والله لو حصل ارتفاع في درجه الحراره ما بين الجلسه والثانيه، او لو الحته الاكسس اللي احنا بنوصل منها سواء فيستولا او جرافت او حتى لو مركب قسطره، هل فيها ديسشارج، هل فيها احمرار، هل بتطلع صديد، هل في ورم في الفيستولا ولا لا، هل في وجع فيها، ديت مسؤوليه العيان. To summarize at the end، البيشنت مطلوب منه ايه؟ البيشنت حتى البيشنت يلبس ماسك during اول ما نيجي
نبدا الجلسه، وساعه انتهاء الجلسه البيشنت يلبس ماسك، ممكن في النص يشيله. طب يلبسه طول فتره الجلسه الاربع ساعات من ساعه ما يدخل وحده الكلى؟ ممكن اه ممكن، لو العيان عنده ابر ريسبيراتوري تراكت، رشح، كحه، عطس، الكلام دوت. زمايلنا اللي في المعمل او نيرسز اللي مشغلين في المعمل التابع لوحده الكلى او المختبر، لازم ان هم يبقوا لابسين بالطو. تمام، البالطو دوت لازم يبقى طبعا معمول من القطن. البالطو دوت لو جه عليه نقطه دم او اي بودي فلويد يورين او وات ايفر، لازم ان البالطو دوت يتقلع في الحال. زمايلنا اللي شغالين في الاماكن اللي هي الهيباتايتس بي بوزيتيف، البالطو والجاون اللي بتلبسيه في الهيباتايتس بي، طبعا الجاون لازم يبقى ديسبوزبل ان هو يترمي. انما بالنسبه للبالطو، البالطو دوت المفروض ان انت لو رحتي تاني ومشتغلتي في ستيشن تاني، المفروض ان انت ما تلبسوهوش. ثانكس عشان خلاص.